قصة حياتي بدأ السبب الرئيسي اللي هو دمر كل حياتي هو أنا قبل لا أصير أمي من عائلة إحنا شجران يعني حلوين وعندنا شجار وعندنا عيون ملونة، فإحنا هيجي كل عوائلنا والأقارب كلها هيجي، فيعني بس هم كانوا ما ينطون أهمية للجمال أو يزوجون، لأنه يزوجون يعني واحد للقرايبه وهذه فعادي هذا الموضوع. بس امي زوجت بالمنطقه عائله كلش كبيره، مزوجين واحد من ولدهم وهم رادوها للثاني، مزوجين الاول همتين كانت ديك حلوه يعني، فيريدون هم ذولي حلوات. ليش انا ما كنت اعرف هذا الموضوع، طلع ليش؟ لان هم من عشيره هذول مخلطين، يعني احنا اكيد كل احنا دائما نقولها احنا عبيد الله، بس ذول اللي يصيرون شلون السمران كلش على سواد، ما اعرف هم هيك عشيرتهم نص هيك ونص هيك، فهذول يتعمدون انه يزوجون شقرات حتى لا يطلعتهم باطفالهم مثلهم، هم عندهم سمار بس الاقاربهم عندهم سواد، يعني اتهم البنات هيجي الولد هيجي بس هم ولدهم لا سمران، امهم وابوهم حتى شعرهم مال هذا الشعر الافريقي. احنا عائله بيت جد يعني امي اهل امي ما عندهم هذا الشيء وهذه التفرقه، او حتى من الطو امي ما عندهم هاي المشكله يعني كانت. مسألة إنه مسألة الزواج، إذا بنيت يقول أكو حديث نبوي الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من ترضون دينه فزوجوه، ما قال جماله، إذا كان متزوج إذا على مود جمال وإذا على مود نسب وإذا على مود مبالغ وإذا أي شيء كلها حيفشل الزواج. فهي من البداية إنه أول شيء الدين، وأني أشوف أيضا ما قبل الدين، لعله إذا أحد يسمح لي إنه أقول هذا الشيء، لكنه ما قبل الدين هو القبول. هل أنا قادرة إنه أتقبل هذا الشخص لو لا؟ هذا قبل، بعدين راح أجي أسأل على دينه وراح أجي أسأل على باقي الأسئلة، لكن بالبداية هذا الشخص مقبول بالنسبة لي، أقدر إنه أنا أعيش وياه، أقبل إنه يصير أبو أولادي. هاي مسألة كلش مهمة. اللي دا يصير انه كثير من الفتيات يشوفون هذا الشخص يعجبها الهيكل، انه هذا مثلا جسمه بيه عضلات، شكله حلو، عنده فلوس، بيت فلان الفلاني، لكنه ما تدري انه هل هو هذا تتقبله هي لو لا. ومن اقول تتقبله مو تتقبله، هو لابس قاط، هي راح تتخيل انه هذا راح يشوفه وهو بمريض وهو منزعج وهو تعبان وهو مرهق وهو متعرق وهو كل الحالات راح تشوفها، هل هذا راح اتقبله اني لو لا؟ اذا ايه راح اتقبله، اذا تعال هل دينك هو مقبول اساسا انه بالنسبة لي لو لا، حتى بعدها انه اجي اوافق او ما اوافق. بعدها الباقي الاشياء كلها تيجي تباعا، لكن هي مدام من بنت الاسرة بالبداية على مسألة الشكل دون ما يتطرقون على الدين ودون ما يتطرقون على المقبولية، واللي هي واضح انه ما كان اكو مقبولية ما بينها وما بين الاب، لهذا نأت بانه تزوج لاي اقارب، اولادها ما زوجتهم لاي اقارب، ونأت بنفسها الا تزوجهم الى اشخاص ايضا بشكل معين. مشكلة التلون او نوع الجنس او فد شيء، مشكلة لون البشرة، هذه الاشياء ما مطروقة بالمجتمع العراقي ابدا. زين، لذلك نشوف احنا ابن البصرة بسمارة تزوج بنت بغداد، عادي مسألة طبيعية، لكن هي الفكرة مهيمنة على الأسرة نفسيتها. فأمي تزوجت، وتعرفين الزواج قبل يعني عائلة، وهي قاعدة بالبيت وزوجت عمرها 16 سنة صغيرونة، وشغل البيت وهاي الأشياء، كان أبوهم يشتغل وعنده محلات، بس كان هو يعني شلون يقتر عليهم يجمع كل شيء هواي. فمن توفى هاي أنا صرت بعدين وهاي، فمن توفى أبوهم جدي يعني هم باعوا البيت وباعوا المحلات ولقوا فلوس كل شوية، يعني ما كانوا يدرون ايش قد الفلوس. فايش سووا؟ هاي الفلوس خلوها ببنك، ويعني هاي بعد ما بعد بعدين الأحداث خلوها ببنك، وظل يجيهم كل شهر، يعني كل شهر بالقليل يجيهم مصرف عنده 15 مليون،
لأنه مخلين أغلب الأملاك بالبنوك وفتحوا له هيك معرض سيارات شيء يعني الله زيد عليهم وزاد الرزق وعرفوا الولد شلون يشتغلونه يعني عمامي وأبويه. إحنا كبرنا ويا هذا الشيء ظل هم ما يتزوجون إلا بنات حلوات وشقرات وهيك شيء. يعني أنا أخذت من هذا الجمال جمال أهل أمي ويعني أخواني أخواتي ناس هيجي وناس هيجي. فظل هاي العقدة عندنا إحنا، مو عقدة لازم واحد يكون غني يزوجون واحد غني ويزوجون لازم يكون شكله حلو. لازم يكون الزوج ميسور الحال حتى يلقى الزوجة المناسبة. بالتالي مطالب الحياة وتغير الحياة وكثرة مطالبها لازم يكون في الدخل معين للزوجين حتى يقدرون يتممون زواجهم. لأن دائما إحنا نشوف الحاجة تؤدي لانهيار العلاقة الزوجية. المدام عنده مادة يعتقد أنه هو قادر على أنه يشتري أي وحدة سواء كانت من بالدول الأوروبية أو مثل ما تفضلتي حضرتك في الشرق الأوسط. لكن المشكلة أنه أنا إذا أريد أختارها نفس البوينت أنه أنا أريد أختارها على مود شكلها، طيب هاي الروسية ولا الأوكرانية ولا أي وحدة كانت هل هي بالمستوى المطلوب لأن تربي أولادي؟ ما هنا المشكلة. المشكلة أنه كل واحد سواء أب أو أم دا يفكر مثلا دا يقول احنا بالعامية يقولي باوع تحت رجليه، هو دا يفكر باللحظة انه هاي حلوة عجبتني وخلاص. انت ما دا تفكر انه هاي عائلة، يعني ما ممكن ان ينظر للمرأة على انه امرأة. المرأة عائلة، المرأة انه هاي راح تربي اولادي وهاي اللي راح تكون مسؤولة على سمعة العائلة كلها، وهذه اللي راح تكون مسؤولة على انه اخواني وجدي وكل عائلتي وكل اقاربي يكونون هم أما يقولون خطية هذا شو زوجته وإلى آخره، أما يقولون والله إني هذا إنه اختاروا زين ما اختاروا إلى آخره من الأشياء. هو إذا على الجمال فجمال في كل مكان، لكن هذا الجمال بعدين رح يبهت ويخرب ويروح. زين ماذا لو لم تكن صالحة؟ ماذا لو لم تعرف أن تربي الأولاد؟ ماذا لو كانت غير جيدة إلى آخره؟ طبعاً أغلب الطلاقات تتم بسبب إنه الزوج غير ميسور الحال، وبالتالي ما يقدر يوفر الأشياء تريدها الزوجة وفق المتطلبات الحياة العصرية، يعني كأجهزة تليفون أو مثلاً فد بيت مناسب، إلا ما يقدر، وبالتالي يضطر الزوج إنه يتخلى عن زوجته مقابل هي طلب اتفاق بيناتهم. عندي شخص يعني طلقوا بسبب راتب الرعاية، يعني راتب رعاية انه كان طموحه انه عنده راتب رعاية ويقدر يعين نفسه، لكن هو بقى عامل باجر، وبالتالي يعني مطلع على راتب الرعاية صارت مشاكل ادت الى الطلاق. يعني هو بهذا الوقت يعني كنت بالدراسة احب دراستي واحب اكمل، بس احنا مدللين موفرين كل شيء، ما كانت يعني أمي تهتم بدراسة البنات، مو مهم إنه إحنا نكمل أو ما نكمل، نوصل مرحلة من شوفنا كبرنا وهذي يعني نتزوج أغلب شيء قرايبنا. بس أنا كنت أحب الدراسة، يعني أنا كان وشرطي إنه أكمل دراسة، وصلت يعني تقريبا 17 سنة. نشوف إنه المرأة سلاحها الوحيد هي الدراسة. ممكن الزوج هو سند إلها، لكن دراستها سند الأكبر، باعتبار انه تقدر بيها تواكب حياتها، تقدر تحقق طموحاتها، ترتقي بنفسها واسطة دراستها. لكن اذا هي ما عندها دراسة راح تكون حتى صعبة في حالة التربية، مع احتراماتنا للامهات الاميات، لكن الابنية اللي تكون عندها شهادة دراسية راح ايضا تأثر على المصروفات الاقتصادية، باعتبار تقدر تكون هي المدرس لأولادها. لكن اذا ما عندها شهادة فبالتالي راح تحتاج مصاريف ازيد وراح يصير عبء اقتصادي. وهي تأتي أيضا بالنسبة للثقافة الأسرة، لما يكون الأم والأب على وعي كامل بأنه لا هذا الشيء مو تكميدي وإنما هو شيء واجب أنه أنت تأخذ الشهادة بيدك، وواجب أنه أنت تدرس، واجب أن تتعلم، واجب أن لا تقف إلى مستوى معين. هذه الثقافة لما تنشر الأولاد راح يروحون على هذا المسار. أما لما يقولها أنه إحنا بفلوس نقدر نشتري كل واحد، نقدر نشتري رجل أو امرأة أو نشتري بضاعة أو نشتري أي شيء ترفيهي، فهي معناها أنه هو دا يزرعون في داخلها أنه ما داعي تكوني متعلمة. وأنا يعني يا مكسر النساء اللي أشوفهم أما ذوات أشكال جيدة جميلة
وعقول فارغة، وأما ذوات مناصب وعقول فارغة. هذه كثير أنا دا أشوفه وأشفق صراحة، لأنه الغنى دائما يكون داخل النفس، مو الغنى اللي هذا ظاهري. بالخامس إعدادية أني أمي قالت أكو شخص، هي شلون صارت شلون صارت زواج، هي أمي يعني عدت من يومهم إنه لازم تزوجها ماتين الناس عائلة حلوين ما تطل القرايب، خايفين من هاي الوراثة اللي عندهم. يعني أكو شخص هو حلو ومرتب وهيك شيء وعنده محل وهذه، فهي قدرت إنه تحكي وياه كل ما نروح وهذه، فعرفت من عائلة زينة وهاي، وأني تأخذ وياه وصار يعني إعجاب بيناتنا عادي، أنا ما عندي مشكلة. لحد ما هي يعني شلون قالت لي أنت متزوج ومتزوج من هذا الباب، فقلها على وايا ريت مدري شنو، يعني ما أعرف شلون رتبت الموضوع أمي بحيث هذا الولد تقدم لي. وأساس الزواج يجب أن يكون صالح دينيا، يعني ليس فقط على الشكل أو على المستوى الاقتصادي. أنا اليوم من أرتبط بشخص أول شيء أن يكون صالح بناحية الدين حتى يقدر يوفر لي الأشياء. هذه الأشياء الاقتصادية وعلى الشكل، ممكن الشكل ضروري ممكن الاقتصاد ضروري، لكن أنا أهم شيء أنه الشخص اللي أرتبط به هو شخص حقيقي واقعي يقدر يأسس له أسرة متكاملة. أول شيء هو الاختيار، لازم بنت، البنت هي تختار، خاصة وأنه الأم كان اختيارها رد فعل، لأنه هي كانت متزوجة شخص بشع وذاقت ما ذاقت من مرارة العيش بأنه عدم القبول، شايفة لعله أتعس شيء بالحياة أنه تعيش مع شخص ما متقبلته، جدا سيء هذا الشعور. فلما عاشت ويا هذا الشخص رادت أنه بنتها تعتقد أنه بسبب الشكل، فرادت أنه بنتها تروح على شكل آخر، فاختارت هي البنتها من غير ما يكون أكو هذا التواصل، من غير ما يكون أكو بيناتهم هذا التفاهم، فترة لحتى أحد يعرف الآخر، فترة لحتى البنت تكون هي مقتنعة تماما، هي مشت ورا كلام أمها. فهذا اللي هو أدى إلى ما أدى إليه. أهلي طبعا وأجداء يعني بيت جدي وهاي، أهم شيء إنه يكون حالته زينة ويكون شكله حلو، فهذا هو الأساس عندهم، وهذا النقطتين موجودات قبله، وأني قبلت عادي ما عندي مشكلة. شفت الولد بالبداية كان زين، فترة الخطوبة وتعارف وهاي ما عندنا أي مشكلة، يجيني أهم شيء لازم من يجي، يعني أمي علمتني إنه لازم يجيب هدايا، يجيب أشياء، يشتري لي مثلا إذا عيد ميلاد أو عيد الحب أو رأس السنة أو أي مناسبة تصير بيناتنا وهي ذكرى الخطوبة، أعرف كل هل لازم يجيب بهن هدايا ويجيب قطع ذهبية، إحنا متعودين. وفي نفس الوقت إنه أنا أمي تجيب لي، يعني من يكون عيد ميلادي هي جابت لي، فتصير بيناتنا إنه أمي جابت لي فأنت لازم هم يجيب لي. حتى أول سنة على هذا الشيء ما صار عندي أطفال، وأنا ما كنت أفكر بالأطفال لأنه كنت تعبانة شوية، ظليت أراجع، وبعدين تركت إنه أراجع، يعني تعرفين بداية الزواج تصير يعني شلون مراجعات دكتورة وهاي، أنا ما كملت ولا هو ضغط علي إنه أروح أكمل علاجات. فهو بعد السنة أحس شلون اللي اختنق إنه المصاريف، يعني صح هو زين حالته بس اختلف من موضوع انه انا لازم اجيب بكل مناسبة، لازم اذا عيد ميلاد احد من اخواتي لازم ينطيني واروح اجيبه، حسيت اختنق من هاي المصاريف اللي انا اصرفها ولازم اطلع واشتري، وانا متعودة وعايشة على هذا الشيء، وهو شوية يتحسس من المصرف اللي امه تنطيني اياه، فهاي كانت مشكلتنا. هي بطبيعة الحياة الحاجات متزايدة، لكن من تكون مسألة تعرض حياة الزوجية إلى انفصال أو إلى مشاكل، يعني مو باللازم أن تكون المرأة كثيرة المتطلبات، يعني هي تنظر بعين الاعتبار أنه شريكها بالحياة هو ميسور الحال، فبالتالي هاي الأشياء الكماليات والأشياء اللي تجي بسبب المناسبات أو أنه يكون كل مناسبة لازم بيها هبة ولازم بيها مصاريف، لازم تكون المرأة تراعي المستوى الاقتصادي اللي تزوجها أو راتبه، أو حتى أنه أنا انعرضت أمامي هيك حالة، يعني أنه عندي وحدة كان سبب الطلاق هو سبب فستان عرس، زين فستان عرس أنه أصرت
زين، وكل هذا انه العرس مشى والامور طبيعيه وهي اللي تاذت وتطلقت، فهذا الشيء مو ضروري يعني. فستان كان انه هي اصرت انه تروح العرس ابن عمها، فبالتالي قال لها زوجها يعني تعبان وكانت امكانيتها تعبانه زين، فبالتالي هي اصرت انه الا تحضر العرس ولا تكون يعني ابرز الحاضرين تمام. فادى هذا الى خلاف بيناتهم، بعد الخلاف يعني صار انفصال، يعني ادت الى الانفصال والطلاق بالتالي. طبعا الزواج مبني على قاعده جدا مهمه وهي الموده والرحمه. ما دام اكو رحمه ما بين الطرفين، وانا اقصد الرحمه مو فقط التعامل الجيد، الرحمه انه انا اقدر الوضع المادي، الرحمه انه انا اقدر الوضع الصحي، وضع المجتمعي، وضع العائلي الى اخره، انه كيف تتعامل معاه برحمه. لكن لما هي حتى لو هو راد انه يديم الود وانه هو يحاول، هي طبعا هو بناء على كلامها، احنا اخذنا الكلام من الحاله نفسها مو من الزوج، فهي باعترافها تقول انه هو حاول لمده عام كامل انه يكون هو يحاول يحفظ الود، لكن هي نأت بانه ما كانت رحيمه بي بانه تقدر وضعه وتقدر. شوفي، هو لا بأس انه المرأة تطلب، او عفوا خلينا نقول تحب انه تقدم شيء. يعني انا اليوم انا اريد اقدم نفرض فد هدية جيدة الى اختي، فانا عندي خيارين، اما ارضى باللي مقدرة زوجي عليه، واما اروح انا من شغلي اجيبها هذه الهدية، بس لكن ما انه اجي افرض عليه فد ليفل معين انه هو لازم هو يقدمه، وهو ما مسؤول عن هذا الشيء، هو مسؤول على انه يعيشني حياة كريمة، لكن ما مسؤول انه يقدم مصوغات للبقية، مو من شغله. بالاساس صارت على هو يقول لي لا تاخذي من امك، اقول له انا المصرف مالتك اللي تعطيني اياه انا ما يكفيني. وبالنسبة لهم انا عايشة وياهم، يعني هم عيالي، بس يعني شلون انه ما مأثرين علي او اشتغل، مدللين حالي من حال بناتهم، بس انا متطلبة اكثر، انا رابية على هذا الشيء. يعني فهي هاي مشكلتنا بالاساس صارت على المادة، وظليت اني اتعارك وياه لانه انا لازم اخذ مصرف من امي. هاي المشكلة مو بس انه زوجها ما يقبل تصرف على احد يصرف على زوجته غيره، المشكلة هنا انه لما الام تدخلت وصارت تصرف، فهي حتتدخل بهواية أشياء ثانية، وهذا راح يفتح باب للآخرين إنه يدخلون داخل البيت. فهي لو من البداية الأم نفسها، يعني هم أرجع على نفس الأم اللي هي ورطت بيتها بهاي الورطة، نفسها كان لازم تقول لها ماما إحنا أنت عشتي بعين مليانة هاي الفترة كلها، خلاص أنت رايحة إلى هذا زوجك بهذا الليفل، ممكن الليفل أقل من عندنا، تتقبليه كما هو، يريد هو انه اني اساعدكم اني وياك ويا نساعد، لكن ما انه اني اجي انطيها حتى هي تتقوى على زوجها، وهذه بعدها راح قالت ما قالت الي. هاي كانت النهايه المتوقعه الى هيك. فظليت اخذ مصرف وبدون ما اقول له، بس هو يلاحظ مثلا احنا طلعنا واحنا من نوع يعني ننشر على الستوريات وهاي ورحنا شنو جبنا، فظليت اسوي له اخفاء انه هو ما يشوف الستوريات، وتفاجأت انه هو فاتح التليفون مالته وشافني انا شنو ناشره، فقبت بيناتنا وتعاركنا، وانا ما تحملت ورحت لاهلي قلت لهم انا هذا بعد ما اريده. من انا قررت انه هذا بعد ما اريده، امي قالت اوكي يعني عادي يروح واحد يجي واحد مو مشكله عندنا يعني، والحمد لله انه ما صار عندش اطفال. والله مع الأسف يعني من تكون المرأة تفضل أن تفصل علاقتها بزوجها على مود أشياء، ممكن نقول يعني يوم أكو يوم ماكو زين. فبالتالي وكذلك إحنا نقول على الأمهات هلا هلا يعني بناتكم، لأن أنا اليوم من أدمر حياتها أنت مو ضامنة إلها قدر زوجها وأولادها وبيتها. فبالتالي إحنا يعني حتى نطالب الأمهات أنه لا يكونون سند ضد خراب، يعني ويا خراب أسر بناتهم، لا خلي يكونون سند حتى تكتمل هاي العائلة، حتى تكون عائلة صحيحة. وبالتالي يعني أنا بالحالة اللي شفتها يعني الأم كان لها الدور الكبير بتعاسة بيتها، هي ما حاسة بالتعاسة لكن تحس بالتعاسة بالأيام اللي تجي إن شاء الله. ليش؟ لأن يعني هي ما بني على بطل فهو باطل، يعني هي أصلا باطل يعني.
هو انصدم انه انا اريد الطلاق، عباله يعني راح اتحسن، راح اقبل بالاشياء اللي هو يريدها. ظل اكثر من مره يدز علي يعني مصر على الطلاق. فبعدين شو اسمه انا قلت لهم اريد احكي شوي محاميه، فرحت المحاميه، بس المحاميه قالت لي انتي ما راح تحصلين شيء، القراضه ذهبت، يعني كل شيء ما ماخذه، يعني انا طالعه بملابس ورايحه لاهلي. فقالت ما يصير هيك، لازم تتفاهمين، لازم تتفقين، واحسن ما انه انت تطلعين ناشز، لان ماكو اسباب يعني شو اريد سبب مقنع. ضربك؟ قلت لا ما ضربني. ما يعطيك مصاري؟ قلت لا ينطيني بس يعني ما يكفيني. من سالتني ايش قد، قالت مستحيل يعني اكو وحده ما يكفيها هذا الرقم وتاخذين من اهلك. يعني صراحة المحامية هنا قلت لي أنت الغلطانة. بالقانون العراقي ما عندنا شيء اسمه خلع مثل ما حكينا سابقا. الخلع هذا بالقانون المصري، بالعراقي أكو مخالعة اللي هي تتم عن طريق الاتفاق. بالتالي الزوجة من تريد التفريق عدة أمور تمر بها لتوصل لقرار التفريق. زين، بالتالي أنا عندي ممكن الزوج بهاي الحالة يقدر يسوي لها قرار مطاوعة، ياخذ بين يوفر لها بيت مناسب وبالتالي يجبرها. لكن هو من يأس منها ومن حالته عرف أنه هذه المرأة لا تكمل بها الحياة الزوجية، ولا هو قدر بعد المطاوعة وعدم ذهابها للبيت يرفع عليها قرار أو دعوة النشوز، اللي هي تكون المرأة ناشز إنه في حالة وجود بيت زوجية ملائم إلها، يعني معتزل عن أهل الزوج زين، ومكتمل من كافة الأمور الآثاث أو يكون قريب على دوامها، وبالتالي رفضت إنه تحضر وياه تعتبر ناشز. وإذا كانت المرأة ناشز في هاي الحالة يسقط، يطالب الزوج بالتفريق، وبالتالي تسقط المهر المعجل عليها إذا لم يتم بها الدخول، يعني فيسقط مهرها المعجل ومهرها المؤجل. أما إذا تم عليها الدخول فالمهر المعجل يبقى لها يعني، لكن المهر المؤجل أيضا يسقط عليها. أكو فد مثلث ما دائما أذكره بمحاضراتي، مثلث الذهبي اللي هو يجي من الفضيلة، رذيلة، تطرف. فنفرض أنه الفضيلة هي كانت مثلا الصداقة، الرذيلة خصام، التطرف عداوة. لما يكون اكو زوج وزوجه، هذول اللي بيناتهم فضيله انه هم مثل الاصدقاء، هم هو هي صاحبته، وصحيح صاحبته هو بنيه، هي صاحبته. لكن لما ينقلب الموضوع الى انه يصير خصام، اللي دا يصير بغالب المجتمع بناء على قله الوعي يصير تطرف. فهي تنتقل الى ما مرحله الخصام تعبرها، وتذهب الى مرحله انه تكون عدوه. اوكي، انا راح انفصل من هذا الزوج بناء على كذا 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 حاله، هذه الاسباب اللي خلتني انه انفصل، لعله الموده انقطعت، لعله ما عاد اكو رحمه، لعله الى اخره من الاسباب. لكن هل انه انا اصير عدوته؟ لازم اجرده من الاثاث، واجرده من ما اعرف، حتى ملابسه، من حتى اغراضه، من حتى من كل شيء. انا اشوف انه هاي العقليه مؤداها ايضا خسران. يعني اوكي اخذت الاثاث، شو راح اسوين بيه؟ تفتحين بيه بيت ثاني، هو البيت انهدم. فاشوف انه لا، يحتاج الى وعي. هي المساله مو مساله انه انا عندي حق يوم فلان انا لازم اروح اخذه. هذا فلان في يوم من الايام كان زوجي، فلان يوم من الايام انا عشت وياه، اكلت وياه، شربت وياه. فيفترض انه النساء تكون على قدر من المسؤوليه. وهذا ارجع مره ثانيه الاختيار الصح، انك تختار شريكة حياتك بصورة صحيحة تكون فعلا بتناس عينها مليانة، ما تجي تباوع على هاي التفاصيل البسيطة، وانه هي تختار ابن ناس فعلا اللي هو ما يكون عدوها. لما يكون يعني اكو ايضا شيء بالعكس، انه يروح ابسط ما بيها يقول انه انا ما اطلق ويبقيها معلقة، لا هي الى السماء ولا هي الى الارض، ويبقيها بهذا القانون العراقي. للأسف ما وصل إلى مرحلة الإنصاف للمرأة بأنه أوكي أنا إذا ما أريد زوجي مو إلا هو يوقع، أنا ما أريد، أنه أنا ما قادرة أعيش وياه بهاي الأسرة، بهذا البيت أنا ما قادرة أعيش. فخلص ما أعتقد أنه أكو فد إجبار بالموضوع أنه أنت لازم تعيشين وياه بهذا البيت. هاي هنا نظار موجود بالقانون العراقي، أنه إذا هو ما قبل وما وقع أنت تبقين على ذمته.
هواية من النساء تروح إلى مسائل ممكن غير شرعية للأسف، تمارس ممارسات غير صحيحة، مو لأنه هي غير جيدة، لكن القانون ما ينصفها، وهذا مو مبرر لهم، لكنه هذا القانون يراد أنه يعاد النظر به، لأنه هذا مو صحيح. النساء اللي هي واعية ومثقفة وكبيرة بالعمر وعلى اتزان معين قادرة على أنه تمشي أمورها، لكن امرأة نفرض تصير طلاقات بعمر 21 و22 لا سمح الله وهي مطلقة، هذه توها اكتشفت شنو زواج وشنو حياة وشنو رجل بحياة امرأة، وبعدها القانون يقولها والله أنت ما تطلقي من عنده، وهو ما موجود وياه وما عايشة ويا نفس البيت، كيف راح تحافظ إذا ما كان ذات خلق ودين؟ كيف راح تحافظ على نفسها؟ هذا راح ينشر بيناتنا فد مشاكل أخرى وراح يؤدي إلى مؤديات لا تحمد عقباها. من واحد يقول لي أنت غلطانة، يعني عادي أحترم كلامه، ما قلت لها شنو الحل شنو أسوي، قلت لي لازم أعطيني رقمه خلي أتواصل وياه، فهي تواصلت وياه، قلت له يعني البنية خلص بعد ما تريدك وتريد نتفق على الطلاق ونتفق على هذه الأشياء، هو عنت هنا وقال أنا كل شيء ما أنطيه، فبقينا بجرجرة الموضوع إنه أنا أريد حقوقي وأريد المؤخر ماتي، قولي تمو تقولين أهلي وأهلي وما أهلك يجيبون لك وهاي ما تسوى عندكم هذا، فصارت مشاكل وبيناتنا وبين العائلتين وردنا نوصلها عشائرية يعني، بس قلنا ما تسوى يعني، بلكي هو يعني شون اللي يقتنع ويعطيني هي هاي حقوقي أنا ما طالبه هيجي شيء. أول شيء طبعاً هنا راح تكون هي ضعيفة جداً، بحيث أي شخص آخر يجي يريد يدخل حياتها راح يدخل، إذا من النافذة من السطح راح يدخل، فهذا الشيء راح تكون هي كلش ضعيفة. فالتشخيص أو خلينا نقول الحلول اللي لابد إنه الإمرأة تتحلى بها هي أولاً بأنه تكون قوية، وهي ما راح تكون قوية إذا ما كانت مثقفة وعندها مبادئ مالية، الأموال تقوي. فكل ما كانت الامرأة مكتفية ذاتيا على نفسها معتمدة بالأموال، وكل ما كانت على وعي كافي وثقافة كافية، كل ما كانت عندها خشية رب العالمين، هذا الشيء راح يقويها بالمجتمع وما راح يخلي أي يعني كل من هب ودب يقدر أنه يمر من خلالها. فبعدين تقريبا هاي أشهر أخذ الموضوع هذا، وأنا شلون اللي هاملته لأنه الحياة مثلاً إذا أهلي يطلعون أو هاي فأنا أطلع، يعني أهم شيء عندي الونس أنا، وأحكيها صراحة لأنه ما أقدر إنه أتعب نفسيتي وهاي على شنو أنا ما توفقت وياه، هو يقدر يوفر لي هاي الأشياء. فبقينا أشهر لحد ما بعدين قالوا إنه صير لازم هو برضاتكم اثنيناتكم ينحل الموضوع، فقعدنا قعدة وشهود قعدة وهيك شيء، حليناها بالمكتبية من المحامية بأنه قال أنه أنا أخذ أغراضي وأخذ الذهب مالتي الهدايا وذني كلهن إلي، بس المهر هو قال ما أنطي كله، أني أنطي نص، أنا قبلت لأنه شفتها صارت جرجرة وهيجي شيء. هي طبعا قبلت بنص المهر لأن أصلا القانون ما يحميها، لأن هي اللي طالبة الطلاق، وبالتالي مدام هي طالبة الطلاق إذن لازم تتنازل على المهر المؤجل زين، وتطالب بالمهر المعجل زين، في حالة أنه الزوج هو اللي طلقها آثاثها وأغراضها، سواء كانت هذه الآثاث الآثاث اللي اشترتها بأموالها أو آثاث المهر نفسيتها أو الهدايا اللي حصلت عليها بالزواج، أنه في حال هذا إذا الزوج طلقها يعني إلها حق تطالب بها. لكن مثل الحالة اللي عندنا لا، هي رضت بالأمر الواقع لأن هي ماكو شيء يسندها، لأن هي اللي طالبة الطلاق وبالتالي لازم تقبل بالتراضي اللي يتم عند مكتب المحامي، أو حتى يتم تراضي بيناتهم والاتفاق على الطلاق مقابل متنازل عن نص المهر. فقدمت هي بعد المحامية وما أعرف سوت بالمحكمة وسوت يعني إنه أنا سوت لها وكالة، هي مشت بكل شيء، وبس أنا شرط الصح أنا أخذ نص المؤخر مالتي، بس انا اخذه كامل يعني ما اروح بدائره ومراجعه وسوي لي ماستر وهاي الاشياء، ما اعرف انا ردته كامل، يعطيني اياه يدوي ونص عادي قابله، هو هم ينقبل ونحل الموضوع. وضعها ثاني يعني الصراحه ما يعني شلون عرفت انا شريد، انا اريد ابقى بمستوى اللي عاشه ويا اهلي بيه، ما اريد شيء ادنى منه،
وأريد شخص يعني يوفر لي هاي الأشياء. فالحمد لله أهلي موفرين وهاي نعمة يعني مو أي أهل يعني، حتى أنا بعد ما طلقت وفروا لي ونفس المعاملة وجوز زادت لي دلوني أكثر. أنصح أي فتاة تقبل على هذا الشيء اللي هو الانفصال مو سهل باعتبار إحنا مجتمع شرقي، وبالتالي راح تتعرض على عدة أمور. صح ممكن هسه تكون أمها سند لها وأهلها سند وما حسسوها، لكن الحياة الزوجية مو لعبة بهالقدر هذا، ولا هي شيء هين، ولا المرأة المطلقة هين بالمجتمع الشرقي. دام إنه هي بعدها مسافة تبحث على المستويات، فهي النتيجة هي بعدها ما أخذت الدرس. متى ما بحثت على إنه هذا الإنسان اللي من تقول إنه هذا الإنسان اللي أقدر أخليه يكون هو أبو أولادي وأقدر إنه أعيش وياه وفعلا هو إنسان يخاف رب العالمين بي، هنا صح. لكن دامها تبحث عن مستويات فهي شغلتين، يعني الشغلة الأولى إنه هي حديثة نعمة، إنه هاي ما متشبعة بالنعمة، تالي بعدها عينها على هاي التفاصيل. والشيء الثاني إنه هي ما راح تقدر تبقى وياه، لأنه دائما الإنسان مش كت ما يأخذ، يعني أنا اليوم مثلا إنه أرد أصرف بالشهر 1.5 مليون، وقت اللي إجت 5 ملايين بالشهر، هم راح أصرف 5 ملايين، وهم راح يكون عندي بعض طلبات إضافية. في الأموال ما عندها موقف معين، هواي أكو بضائع وهاي أكو منتجات بالسوق وهاي أكو خدمات، فما راح تتوقف، فأيضا راح يصير أكو مشكلة. أكيد ما راح تأخذ فد واحد جالس على بنك، فأيضا دام المبدأ نفسه خطأ فالنتيجة أيضا خاطئة. فإذا أكو شخص يوفر لنفس هذا الشيء فالحمد لله أتزوج، وإذا لا ما أشوفه ضروري أنه أتزوج. ما عندي يعني ايش اقول لك هدفي بالحياه، لا يعني انه انا مرتاحه وياهم، ما عندي فد شيء معين يعني. والدراسه فكرت انه ارجع اكمل، بس بعد يعني ما خاطي هاي الخطوه، وان شاء الله اكمل دراسه. بنفتقر الى الوعي، الوعي اليوم له اثر كبير. يعني انا حتى الوعي هذا ممكن ينطرق بالمدارس البنات باعتبار تجمعات بنات وأعداد كبيرة، ومرات تلقين الفتاة ما تأخذ الثقافة اللازمة باعتبار أنه شابات يعني اليوم يختلفن عن شابات قبل. شابة يعني لازم تأخذ المعلومة الصحيحة، سواء دور المدرسات أيضا ودور القانونيين أيضا. إحنا كمحامين ممكن يكون عندنا يعني بعد قبول النقابة نقوم بورشات تثقيفية البناتنا حتى يكون الاختيار صحيح، وبالتالي ما يقعون بالشيء اللي وقعت فيه الحالة. كلمة الأخيرة إنه لكل الفتيات اللي تريد تختار زوج يحتاج إلى إنه تكون هي مثقفة بهذا الجانب، وأيضا للرجال اللي مقبلين على الزواج لابد بأنه يعني لا يستهين بأنه هو يقرأ عن هذا الموضوع، بأنه هو يكون واعي كفاية بأنه يشوف هاي هل هي فعلا مناسبة، حتى لو كان يحبها أو ما يحبها أو كان معجب بيها أو ما معجب. مو بس هاي المعايير، المعايير الأخرى، هل هي هاي فعلا قادرة على أنه تكون أم أولادي؟ هل أخوانها صحيح يكونون خوال أولادي؟ هذه عائلة بعائلة مو شخص بشخص، فيفترض أنه هي تحسب لهذا الحسبان أنه أنا عائلتي هل هي قادرة على أنه تقترن بهذه العائلة؟ هل هاي العائلة مؤهلة لهذا الشيء أو لا؟ ولا تنسون أبداً مسألة مخافة رب العالمين، لأنه اللي يخاف الله راح يخاف بيهم يعني.